السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أنواع أسماك كتيرة متشابهة في الشكل، وقد تظن للوهلة الأولى إنهم واحد وإنك صعب تفرق ما بينهم، ولكن مع إمعان النظر هتعرف إن في فروق واضحة ما بينهم، أنت بس محتاج حد يشاور لك عليها. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن سمكتين قريبين جدا في الشبه من بعض، يعني السمكتين اللي قدامي دول نوعين من الأسماك مش نوع واحد. الفرق في الشكل وفي القيمة الغذائية وفي السعر كبير جدا ما بينهم. هنعرف إيه الفرق ما بينهم، وهنعرف ازاي بكل سهولة نفرق بين البياض النيل وبين القرموط، وكمان بين البياض وقشر البياض والبياض والدجماج. تابع الفيديو للآخر ان شاء الله. مبدئيا كده القراميط والبياض، البياض او زي ما بيقولوا عليه سلطان السمك، هما الاتنين بينتموا لنفس العيلة او نفس الفصيلة اللي هي السلوريات، ودي اسماك مية عذبة يعني بتعيش في مية النيل. تتميز براسها المبططة وعيونها الصغيرة وجسمها الطويل، وجود اربع ازواج من الشوارب حول الفم، يعني أربع شوارب الناحية دي وأربعة الناحية دي، أربع أزواج من الشوارب. البياض النيلي في منه أنواع كتيرة جدا، أشهرهم البياض الإفريقي والدجماج، وهقول لكم كمان شوية على الفرق ما بينهم. بس تعالوا دلوقتي نعرف خمس حاجات مميزة نفرق بينها بين القرموط والبياض النيلي. أول فرق بين القراميط والبياض هو الفرق في اللون. لون الجلد بتاع القراميط بيكون غامق عن البياض، يمكن القراميط بيكون لونها غامق، وخصوصا كمان القراميط اللي بتكون بتتربى في المصارف والاماكن المش نظيفه بيبقى لونها غامق، وفي قراميط بيبقى لونها اسود خالص، لكن البياض بيكون لونه رمادي فاتح. وفي كمان تاني فرق بين القرموط والبياض هو الشوارب. احنا قلنا ان دي من السلوريات، والسلوريات عندها اربع ازواج من الشوارب، فكلاهما عنده اربع ازواج، ولكن الشوارب بتاعه القراميط قصيره اهي، يعني ده اخرها شوارب القرموط اهيت، في حين ان شوارب سمكة البياض النيلي بسم الله ما شاء الله اهيت، يعني تقريبا واخدة طول السمكة اهي اهي، واحدة اهيت واللي على الناحية التانية اهو. يبقى تاني علامة هي الشوارب. تالت فرق بين القرموط والبياض، ودي علامة مميزة جدا 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 في الفرق بين القراميط والبياض، هي الزعنفة الزهرية. عندنا هنا الزعنفة الزهرية في القرموط هي زعنفة واحدة غير مقسومة اهي، اهيت زعنفة ظهرية واحدة غير مقسومة واصلة لحد الديل، كلها ايه شوكية، عبارة عن اشواك اهيت، دي الزعنفة الظهرية في القراميط، زعنفة واحدة غير مقسومة، زعنفة شوكية. تعالوا بقى نشوف الزعنفة في البياض. الزعنفة الظهرية في البياض عبارة عن زعنفتين مقسومة لاتنين، الزعنفة الاولانية شوكية والزعنفة التانية شحمية أو جلدية. نقرب أكتر بالكاميرا أهي، الفرق بين الزعنفتين واضح، ودي فرق مهم جدا بين القرموط وبين البياض. رابع علامة مميزة كمان جدا في الفرق بين القراميط والبياض هي الديل. تعالوا نشوف الديل بتاع القرموط كده، ديل القرموط غير مشقوق أهو، حتة واحدة الديل بتاع القرموط حتة واحدة، في حين إن ديل البياض مقسوم، ديل البياض اهوت مقسوم عامل عندي حرف الفي او رقم سبعة اهو. الفرق الخامس والاخير بين القرميط وبين البياض هي الزعنفة الشرجية. تعالى نقلب السمكة كده على بطنها، شايفين الزعنفتين اللي في البطن دول، في زعنفة بعدهم اهيت، الزعنفة دي اسمها الزعنفة الشرجية. شايفين في القرميط بادئة منين؟ من بعد الزعنفتين اللي في البطن، بادئة على طول اهيت واصلة لحد الديل اهي. يبقى الزعنفة الشرجية في القراميط كبيرة وممتدة، في حين تعالى نشوف كده في البياض، نقلب السمكة ادي عندنا هما الزعنفتين اللي في البطن اهم، الزعنفة بادئة منين؟ الشرجية بادئة من تحت خالص اهي، زعنفة صغيرة خالص اهي. دول خمس علامات مميزة جدا نفرق بينهم ما بين القرموط وما بين البياض. تمام. طيب هل في فرق في السعر ما بين القراميط والبياض؟ كيلو القراميط عامل تقريبا 55 جنيه، في حين ان كيلو البياض عامل 110 جنيه. في فرق بين القرموط والبياض في الشكل بس والسعر، ولا في فرق في القيمة الغذائية بينهم؟ طبعا في فرق كبير في القيمة الغذائية. البياض بيقولوا عليه سلطان السمك، والبياض نسبة البروتين فيه أعلى من القرموط، وكذلك نسبة المغنيسيوم والصوديوم والفوسفور والزنك أعلى في سمك البياض، في حين إن القرموط أعلى في الدهون والكربوهيدرات، وكمان الكالسيوم أعلى في القرموط، الكادميوم والزئبق والرصاص والعناصر والمعادن الثقيلة أعلى في القراميط، وخصوصا القراميط اللي حجمها كبير وسنها كبير، والقراميط اللي بتعيش في المصارف
والأماكن اللي مش نظيفة بتكون نسبة الملوثات والعناصر التقيلة فيها أعلى. بكده نكون قارنا بين القرموط والبياض النيلي وعرفنا الفرق ما بينهم في الشكل والسعر وكمان القيمة الغذائية. تعالوا بقى نرجع لورا شوية كده، لما قلت لكم إن سمك البياض في منه أنواع كتير وقلت لكم إن أشهرهم البياض الإفريقي والدجماج، فاكرين؟ مش فاكرين؟ ماشي. إزاي نفرق بقى بين البياض الإفريقي والدجماج؟ أولا البياض الإفريقي بيكون سمكة اللي هو البيض النيلي اللي هو ده، يعني وش السمكة عندي بيكون مثلث وبقها بيكون رفيع، تمام؟ في حين إن سمكة الدجماج بيكون بقها عريض، وشها بيكون الوش بتاعها مدور والبق بتاعها عريض. لا برضو العلامات مش مميزة، مش قادرة أقارن ما بينهم كويس. هقول لكم على علامة مميزة قوي بين الدجماج والبياض النيلي. دلوقتي اللي هو البياض النيلي ده سمكة البياض، الزعنفة الظهرية اللي اتكلمنا عنها زي ما قلنا بتكون مقسومة اتنين، مفيش فرق ما بينهم الاتنين، يعني هتلاقي يا دوب اللي هي الزعنفة الشوكية خلصت هتلاقي الزعنفة الشحمية أو الجلدية لزقت فيها على طول، مفيش مسافة ما بينهم، ده فين؟ في البياض النيلي. في حين إن في الدجماج هتلاقي إن الزعنفة الشوكية خلصت وبعدين في مسافة وبعدين هتلاقي الزعنفة الشحمية. يبقى في البياض النيلي في سمكة البياض هتلاقي مفيش مسافة بين الزعنفة الشوكية وما بين الزعنفة اللحمية أو الجلدية، في حين إن في الدجماج هتلاقي إن الزعنفة الشوكية موجودة هتخلص وبعد كده بشوية هتبدأ الزعنفة الجلدية. هل في فرق بين البياض النيلي والدجمانج؟ الفرق مش كبير قوي، ولكن البياض بيكون لحمه أخف وألذ. آخر حاجتين هنفرق ما بينهم في الفيديو هو الفرق بين البياض وقشر البياض. هو أنا مش محتاجة أن أتكلم أصلا، يعني باين أصلا من الاسم. البياض بيكسوه جلد زي ما احنا شايفين كده، في حين ان قشر البياض بيكسو قشور زي بالظبط الموجوده على سمكه البلطي. القشور الموجوده على سمكه البلطي دي زيها بالظبط موجوده على سمكه قشر البياض، في حين ان البياض بيكسو جلد، فالفرق واضح من الاسم. اخيرا واخر حاجه هقولها في الفيديو، هقول بس شويه معلومات بسيطه كده عن ازاي نشتري القراميط، بما احنا اتكلمنا عن القراميط في الفيديو. اول حاجه لما نيجي نشتري القراميط، نشتري القراميط اللي لونها فاتح، نبعد تماما عن القراميط اللي لونها غامق زي القرموط الاسود اللي واضح في الصوره ده. كمان نشتري القراميط اللي بطنها لونها وردي فاتح، لونها ابيض كده ولونها وردي ولونها جميل كده. كمان نشتري القراميط اللي حجمها صغير وسنها صغير، بلاش نشتري القراميط الكبيره في الوزن والحجم، لان كل ما كانت القراميط كبيره بيبقى عندها اسنان بتبقى مفترسه ممكن تاكل حرفيا اي حاجه، حيه ميته اي حاجه قدامها ممكن تاكلها. فنشتري القراميط اللي حجمها صغير ووزنها صغير. كمان كل ما كانت القراميط وزنها كبير وحجمها كبير، يعني عاشت لفترة أطول، ده معناه إن هي قعدت فترة طويلة في المية اللي مش نظيفة اللي هي عايشة فيها، اللي قد تكون مية صرف صناعي، صرف زراعي، صرف صحي، الله أعلم صرف إيه بالظبط. فكل ما تقعد فترة أطول في المية بيبدأ جسمها يتشبع أكتر بالمعادن الثقيلة والملوثات زي الكادميوم والزئبق والزرنيخ والرصاص والحاجات الضارة جدا على الجسم ديت. طيب اشترينا القراميط اللي لونها فاتح، اللي حجمها صغير، اللي سنها صغير. هناخدها بقى عندنا في البيت، هنبدأ نقعها في مية وخل وليمون. هنتخلص من الراس ونتخلص من الديل ونتخلص من الاحشاء، نفتح بطنها كده ونتخلص من الاحشاء ونفتح بطنها كويس ونتاكد، نشوف كويس ونتاكد ان بطنها ما فيش فيها طفيليات او ديدان داخليه. يفضل ان احنا قبل ما ناكل السمك نحفظه في الفريزر لمده لا تقل عن 48 ساعه عشان لو فيها طفيليات تموت بفعل التفريز. طلعناها بقى خلاص، هنسويها نسويها كويس جدا بالتحمير او باي طريقه، بالصلصه بقى او شوفوا تعملوها ازاي، المهم ان هي تستوي كويس جدا. بس كده هكون خلصت فيديو النهارده. اللهم ان كان من احسان وتوفيق فمن الله، وان كان من خطا او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. اتمنى يكون الفيديو افادكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.